ولكي نطمئن أكثر عن حالة الطقس خصوصا خلال هذه الأيام نتابعها ومرة أخيرة مع مصطفى مزار. إليك مصطفى. من جديد شكرا ريهام وشكرا إلهام، وأهلا بكم مشاهدين الكرام مع هذه الفقرة الشغل الشغل الذي أصبح يدرس ويشغل الجميع أحوال الطقس ودرجات الحرارة وتقلبات الجو أيضا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى شمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحراره المتوقعه غدا باذن الله على محافظات ومدن الجمهوريه، نبداها من محافظه القاهره، فيها درجه الحراره العظمى تشير الى انها 33 درجه والصغرى 24، والجو في القاهره حار، في الاسكندريه 30 24، الجو فيها ايضا حار، في مطروح 28 23، والجو فيها ايضا حار، في بورسعيد 31 25، والجو فيها حار، في الاسماعيليه 34 26، والجو أيضا فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 34 درجة والصغرى 25، والجو هناك حار. في العريش 32 25، وأيضا الجو فيها حار. في طابة 36 25، والجو فيها أيضا حار. في شرم الشيخ 37 30، والجو فيها حار. وفي الغردقة 37 29، وأيضا الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 37 درجة مئوية والصغرى 27 درجة، والجو فيها حار. في أسوان 38 29، والجو فيها حار. في الوادي الجديد 38 27، والجو فيها أيضا حار. أما في شلاتين فدرجة الحرارة العظمى هناك 36 درجة والصغرى 29، والجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 34 درجة والصغرى 28، وأيضا الجو فيها حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.